أميمة 2017 وانت تلميذة باش تعدي البكالوريا خرجت شنو باش تعمل؟ أنا قبل البكالوريا بريسك بجمعة ديما من قبل أنا على بابا نقول له معناها يلزمني نشري السيريات باش نحضر بهم وكل شيء، يقول لي أوكي خليني نقرب بريود دو ريفيزيون تو نخولك بحكم أنا عندي خويا قبل باكسيون زادة عندي كلك سيري نخدم بهم. قلت له نحب نزيد سيريات اخرين ونوع ونشوف خاطر في صفاق ثم مكتبه تبيع دي سيري نتاع باكيت قبل باهين معناها. جت نهار ثالث يوم في رمضان قبل الباك بجمعه قريت الصباح ساعتين فيزيك ايتيد معناها مش قرايه. بعديك روحت للدار احنا قاعدين هو قال لي هاي نمشوا لصفاقس نمشوا تجيب انت السيري نتاعك وانا لو عندي قضيه في صفاقس. هو بحكم انه ابار خدم في ويخدم معناها طباخ في العروسات قال لي عندي ماكينه نحب نمشي نجيبها من صفاقس هيا نمشوا. قلت له اوكي مشيت انا وبابا وماما في الثنيه في منزل شاكر قبل صفاقس عملنا اكسيدون. الاكسيدون هذا الولد هو اللي كان يسوق الاكسيدون هذا انا صار لي فيه كسر رجاء هواء. انت وقت اللي صار الحادث كنت واعيه؟ انا ساعتها كنت بين نومين معناها نسمع في بابا وماما فيش يحكوا مي بريسك راقده معناها مش راقده مش فايقه نسمع فيه يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وقت اللي حليت عينيا نرى الكاميون ساك الكياسي معناها هذاك شنو نتذكر؟ نتذكر بعد كيف فزيت في الامبيلونس والمره الثانيه فزيت في السبيطار. قداش نتذكر دونك حليت عينيك في السبيطار المره الاولى في الامبيلونس وقت اللي عرق لي في السيرو ويسال فيا في اسئله ومن بعدك في السبيطار المره الثانيه. اما بريود لاكسيدون ما نتفكرش حتى شيء ما نتفكرش في السبيطار ماما بالحق كانت متحايرة علي على الاخر تلموم الفجعه وخايفه تعمل لي ماي بريود مازال جمعه على الباك تعمل لي اللي ريفزديه مازال في مخك. سامحني انت وقتها عملوا لك الكشوفات الكل انا وقتها سافا وقتها لباس انا وقتها عندي كسر وحبوا يروحوا بيا مي في السبيطار قالوا لا يلزم 24 ساعه نشوف الحاله متاعتها وتبقى تحت المراقبه يلزم حذانا. ثاني حاجه انا وقت اللي انا حذاهم هو بابا هو مضرور اكثر مني عنده كسر وعنده مشاكل داخليه وكل شيء مات ليلتها وقت اللي انا في السبيطار. يعني انا حبيت نرجع للوالده الوالده وحتى وقتها البات في مخها متحير عليا وكل شيء وتعمل لي كشفت الكسر خاطر صار لي كسر في الجمجمه انا وحالتي ما نحكي لكش كسر عيني منفخه عيني منفخه خشمي منفخ. الوالده تخمم وقتها في البكالوريا شنو اللي قاعد كشفت هذايا محلول تعمل لي متذكره اللي قريته متذكره تلمون داخله بعضها كشفت هكاك تعمل لي تقول تعرف تقول لي انا بابا تحب تقول لي اهميه الباك كان بالنسبه ليها بابا قبل ديما كي يرى صحابه يرى اي عبادي فاتلكوا معاه يقول لهم عندي بنتي سنه باش تنجح في الباك. بالنسبه لوالدي كانت حاجه مهمه للغايه الباك اي هما نشوف بابا كي يروح من الخدمه كي يبدا تعب الحاجه اللي استناها منا شنيه في المقابل انك تنجح انك تفرحه. والديك ما استنوا منك حتى شيء انك تفرحهم في قرايتك انك توصل. انت الاولانيه تعدي البكالوريا في العائله؟ عندي خويا قبل عندك خوك خويا ما نجحش من برانسيبال نجح من ثاني عام. فهمتك قبلك انت اي قبلي انا دونك انت الثانيه في العائله اي وبابا كان يتمنى انه حد من صغاره حب خويا ينجح من البرانسيبال الور خويا كان قراي خير مني حتى في المدرسة كان خير مني راه ما نجح من المرة الثانية. أنا كنت كركر نقرأ كيفي يجيني يقول لي ريت السيمستر هذه تجي فيها موين كذا نعطيك كذا أوكي كي مروان أي تجيب السيمستر كذا راني نعطيك كذا نقول له أوكي معناها يشجعني باش نجيب الموين هذاك باش أنا نقرأ خاطر هاني باش ناخذ منه الكادو هذاك نقرأ على ياك هاو يستنى فيا ديما يقول لي ديتي أميمة راهو عندي ثقة أنك باش تاخذ الباك. وديجا قبل ما يموت بثلاث أيام كنت أنا الريفز وجيت بقيت وماما تخرن ياسر ماما على القراية تخرن ياسر راهو ما تعمل لها شيء جست أقرأ. قالت لي أميمة برا أقرأ قلت له بابا قول لها خلينا نرتاح شوية راني تعبت من القراية من الصبح الريفز خلينا نرتاح. سكت قال لها أخطاها بعديك خزر لي قال لي أميمة كيموت لك حد من العائلة تعدي الباك ولا انا جبتها فضلك. قلت له بابا تموت انت ولا ماما خاطر هما زوز قاعدين قدامي قلت له تموت انت ولا ماما انا راني نعديه الباك. ماما قالت لي بالله قالها بابا هذيك بنتي
دونك انا الحاجه هذيك وقت لي بابا مات وانا معناها العباد تسال فيا باش تعدي لا والعباد داخله بعضها زعما في كونديسيون باش تعدي لا وانا منها صحيا مانيش قادره برشا حاجات. سامحني يا أميمة نقاطعك، أنت أنا خليتك في المستشفى تحت المراقبة الطبية، وقتاش سمعت اللي الوالدة توفى؟ أنا ليلة اللي وقت اللي بايست نسأل برشا في الطبة وخاطر الطبة برشا حدايا وكل شيء، نسأل فيهم يقولوا لي لا لا راهو لاباس عليه راهو عنده كسر بسيط، وليلتها بالحق ليلتها عديت ليلة كاملة وأنا ندعي له بالشفاء خاطر مانيش عارفة حالته شنية، اللي نسأله يقول لي لا لاباس، وهو ليلتها ميت. انا في النهار الاخر جا صحح عليا خالي ومرته واخويا وجو باش يطلعوني خاطر بابا باش يروحوا به يدفنوه وانا يلزمني نحضر للدفن. انت ما في باليكش؟ وانا ما في باليش. اللي يجي نساله ويقول لي لا راهو لاباس وما يحكيش معايا برشا خاطر مش منجمين يحكوا معايا، مش منجمين يخبوا الحكايه. خالي واخويا تفاهموا، قالوا في الثنيه كل مره تطلبني وانا نعلق عليك، وكل مره كوم كوا الحاله نتاعو ماشيه وتدهور. باش تسمعها تدريجيا مش تسمعها فجأة تنها ومات ما نعرفوش شنو هي الرياكسيون تاعها. في الثنية وانا نبدا راقدة فايقة خاطر نسمعوا حالته بدات تدهور، كل مرة نسمع الحكاية بدو يحضروا فيا. قريب نوصل للدار من باربع ساعة قالوا عملتوا كل شيء سيمات سيمات. كي سمعتها ما صدق مش مصدقاته، مش حاجة حرقتني مش مصدقاته. ما صدقتوش، وصلت للدار نشوف العباد مش مصدقه، يحكوا لي جو يعزوا فيا نخزر نقولش باه نستنى كل لحظه باش يدخل، ما تخيلتهاش خاطر وقت اللي يحكوا معايا يقولوا لي راهو لاباس عليه، يقولوا لي راهو كان كسر، قلت كيفاش وهما كانوا مخبين عليا يقولوا لي راهو كان كسر هكا. انا ما صدقتش، والحاجه اللي غضتني اكثر اني كنت متوقع في معناها كنت عندي امل كبير انه يحضر الفرحه نتاعي خاطر هو كان يتمنى يشوفني فرحانه في الباك، كان يتمنى يحضر فرحتي، كان يتمنى يشارك فرحتي معاه. معناها في نهارتها حضرت لدفينه كل شيء، حالتي الصحيه ما تسمحش، نهار كامل راقده راسي ما نجمش نهزه، ما نجمش نتحكم فيه، راسي ديما نحسه غالبني وما نجمش نهز راسي. شو باش نعمل جاتني ماما قالت لي ميساج كما تنجمش السنه راهو العام الجاي تعديه ونوقفوا معاك ومثال شو عذرت. قلت لها انا بابا وقت اللي قال لي اسالني السؤال كان حد يموت لك تعدي ولا، انا قلت له باش نعدي وعدته دونك انا باش نعدي راه. قلت لها مهما كان ومهما تكون النتيجه ميساج ما نجحتش السنه نعاود العام الجاي، المهم انا نعدي خاطر هو وصل لي مساج قلت له قبل ما يموت. دونك مشيت بايست في السبيطار، بايست في السبيطار وبالحق مشكورين الكل الصحي الكل كل والاساتذه نتاعي والكل. دونك هذايا تعدي في البكالوريا في السبيطار. اي مستشفى جهوي بولايه حفوت. دونك عاونوني الكل، الاساتذه نتاعي يجوا يرفزولي في الليل كي نبدا غدوه عندي زعما يجوني للسبيطار يرفزولي في السبيطار في الليل بعد اقل فتره خاطر هو حكم رمضان يحضرولي. الناس الكل الطب الصباح كي نمشي باش نعدي يجوا يصبحوا عليا يقولوا لي بون شانس، تحسهم الكل يشجعوا فيا. الحاجه هذيك زاد خلت شجعتني اني باش نزيد نعطي ما عندي اني باش ننجح. وبابا قبل ديما يقول لي راني بنتي كي نمشي نصلي في الجامعه الفجر ندعي لك باش تنجحي بمعدل باهي باش تمشي اللي تحلمي به وخاصه تمشي لي معلمين. بابا هذه كان امنيته ننجح له بميان فوق الدوز ونمشي معلمين. اي فوالا الباك خذيته بدوز وتوا نقرا معلمين. برافو ميمه خاطر الله يرحمه وينعمه، ماهيش حاجه سهله انك تفقد والدك ايامات قبل البكالوريا. نرجع اللي كنا نقولوا فيه قبليك امينه اني فما حاجه اصعب برشا من انك تنقطع عن الدراسه بضعه اسابيع، فما دراما تنجم تصير في حياه الانسان، والوعد اللي وعدته الوالد هو اللي خليك تواصل. هذا كان فين عام اميمه؟ 2017. 2017 اليوم اليوم انت فانا سنه قريب تكمل تيرمينال السنه تكمل ان شاء الله وتتخرج وتحقق حلم الوالد. نفهم فقط من كلامك انك البكالوريا ما خذيتوش لروحك بقدر انك خذيته لوالدك الله يرحمه، خاطر حبيت نوصل لهم نقول لهم كيف ما وعدته حبيت نوصل راني حطيت في قلبي ونجحت. علاش بالحق تشوف بوك جاي تعب تعب وتشوفه انه تعب ما غير ما يبين لك انه تعب، باش كافيه انك بنجاحك
ما يفرح لك كان كي تنجح، لو ما تفرحوا فلوس ما تفرحوا، تفرحوا نجاحك في الدنيا، يشوفك ناجح ساعتها وين يفرح، يعرف اللي تعبوا ما مشاش خسارة، يعرف انه الشخص انه صغاره كي تعب عليهم لو فما ثمرة هيك باش تبقى نهار اخر وباش تبقى ترحم له. هذه الحاجة اللي حبيتنا نخدم، حبيت نهار اخر كي يشوفوا نرحم عليه، نرحم عليها اني نجحت، وكيف ما هو كان حاب يشوفني باش يلقاني في الصورة هذيك. على كل حال هو أكيد الله يرحمه وينعمه فرحان بيك وفخور، فخور بيك. أي واحد يكون فخور بيك على خاطره مش سهل أنك تفقد إنسان عزيز عليك، ربما عز إنسان بالنسبة ليك أيامات قبل البكالوريا. أميمة عوني، أنت ماكش معني بالبكالوريا مباشرة، أنت زادة فقدت إنسان عزيز عليك بعد ما عدى البكالوريا اللي هو أخوك. على معناها مشاي بحر نحكي لك من الأول، معناها يعني احكي لي عليه الله يرحمه اخوك. علاه كان انا نوع تلميذ نجيب قراي مغروم بالقرايه، ما هوش قراي اما ذكي، معناها ما يقراش نعرف ما ينجح، اللي ديما يعمل على الذكاء نتاعو ويقرا اللازم في اللازم، معناها حتى من الصغير ديما قريب برشا ليه، فهمتي؟ معناها مش هكا الانسان معناها اللي يسمع كلام جيها وامك قالت لك ولا ابوك، لا كي يقول له امه وابوه جيني زيد عاود ياخذ مني ريبونس، فهمتني؟ معناها ديما القريب، معناها حتى الانتوراج غادي كل يعرف واش معناها عوني وعلى. قداش فرق بيناتكم في العمر؟ والله 4 ans et demi حاجه كيما هكا. دونك عامل البكالوريا عليه عداه عادي، اقرا عاد الامتحان؟ اي عاد الامتحان. كان فرحان باللي عداه ولا دخلوا شك؟ والله ما نكتبش عليك، هو انا ساعتها معناها نقرا نعمل ماستير معناها في صفاقس، نهار الثلاث من غدوه الحي الاربعاء يكملوا ليزكزام، معناها مازالهم كلمني نهار الثلاث، معناها اللي معناها دي سي معناها يلزمك تروح، خاطر بعيده معناها على البير عليه بعيد على صفاقس شويه، فهمت؟ روحت علاش؟ معناها كي شفته معناها يحبني نصلح له دوفر مات ايكونومي وجيستيون. انت شنو الاختصاص نتاعك؟ كيف؟ أنا أنت زادة صحي، فهمت؟ معناها كي باقي في الليل نصلح له، معناها تحسه وكل الخادم وعارف روحه شي ينجح، أما هو دخلاني ماذا به أن معناها حاجة معناها ماذا به يتأكد صحيح، يزيد يتأكد من عندك أنت، فهمت؟ هذاك شو حبيت نوصل لك، معناها تحسه معناها خدم عادي، أما في الوقت هذاك نشوف فيه معناها ما هوش هكا الإنسان اللي يتصرف عادي. باش نكونوا معنا نحكي معاك صراحة، بقيت 3 أيام ولا 4 أنا في الدار، فميك حتى أمي لولا معنا كنت تحكي معاه، قلت لي معنا فطور الصباح ما يفطرش، يوصل لليل معنا، شوف أنت إنسان يعدي في البايك ما يفطر الصباح لليل معنا، وإنسان ما يأكلش، فهمت؟ أمي الوقت هذاك مسكينة محيرة حاجة واحدة تقول لك باك، يخمم على الباك ديما في الباك، فهمت؟ نهار الجمعة آخر مرة معنا شفت الآن، فهمتني؟ رجعت لصفاقس نهار السبت، ما قاليش أنا ماشي للبحر، وعلى فكرة أول مرة يمشي البحر وحده من غيري، مستانس تمشي معاها، ما حبش يقولي شكون اللي يعني علاش أول مرة أصحابه تعديوا صحيت كل شهر تزوروا تعديوا له نمشوا نعملوا عومة صحيت، لا هما مع في المحرص، فهمت؟ بعيد علينا حاجة عندكم سيكونس 60 كيلومتر الحسين، نهار السبت فاق معناها هو صحابه عنده عندكم 6 7 معناها يقراوا مع بعضهم، شاو في كرهبة يبحروا يعني عادي بعد ما واحد يعدي البكالوريا هذاش حبيت نوصل لك، يتفرهد ينحك الستريس نتاع مع بعضهم، انت الاول ولا امي ولا انا الاول كان مش يكلمني راني مش نمشي للبحر وبعدك ستريس نتاع الباك مش باش نقول لا معناها اي انسان هذا معناها سيسيولوجيك، فهمت؟ من بعد تالي كلمت معناها ما كلمنيش نهار السبت الصباح، كلمته وكلمني شكون نعرفه، قال لي عوني يا اخي انت في البحر، قلت له قال لي خاطر علام شي غادي شفته، معناها كلمته اول كلمه قالها لي قال لي خويا سامحني انا ما قلتلكش قلت لب، انا ما نكذبش عليك هذا حكيت 2:30 معاود الاربعه ولا الخمسه كلمته مازال طبطه، قال لي انا شوي اخر معناها مش نزيدوا شوي وش نروح، قلت له كانك مش تروح البر علي ما تلقاش ترونسبور هانك اجى لصفاقس، فهمت؟ ولا معناها كو معناها هذيك اخر مره كلمني صاحبه، معناها فما شكون غادي صاحبه معناها اسمه هشام، كلمني قال لي عوني راهم معناها هو وصاحبه اخر اسمه غازي غرقوا، جيت 9 من الناس مع بعضهم صار التربيون في البحر والله اعلم، انا مش حاضر سترها،
الحس له بقيت ما نكذبش عليك تسمع انت حكايه انسان غرق في البحر ما تاخذهاش شكل الحاجه الكبيره معناها اللي خطيره برشا بقيت معناها باش نعمل في الوقت هذاك لكن لما تلدارنا حتى شيء حاجه واحده قلت نمشي لحبيب بورقيبه نبقى نستنى الامبيلونس للجي واللي بطو ساعه واللي اكثر باقي نستنى لين معناها الامبيلونس جت والصامي كان هما هو وغازي معناها غازي فايق الحمد لله وبالنسبه لعلاء معناها كانش الاكسجين معناها ودخلوا بيه للصامي لكن مازال حي مازال حي خرجوه حي اما الوقت هذاك معناها دخلنا زنا للسبيطار انت كي تجي ترجع من المان كي جيت نسال انا من بعد هما كي دخلوا منكم هو وصحابه زوج من الناس ومعهم واحدين اخرين حسيت كي صارت شنكم هكا البحر موج قوي فهمتني ولا دزت علاء وغازي الدخل في البحر فهمت مع خوذة العباد لا ثم لا سباحه موقف صامي ما فماش الدنيا عمال وظلام الضوء ناقص شوفي انت يعني ظروف كلها ما فماش حتى حاجه سي سيرفيس من الاخر مال بريزونتي معناها ما فماش حاجه اللي هي معناها نتاع ما فهم شيء اللي يطيشوك في البحر تموت معناها شوفي انت كانك العباد تسمع يسمعوا في العياط هاو خرجوا الاول الثاني الثالث اللي وصلوا الغازي فهمتني كي خرجوا غازي شوفي انت غازي خاودوا خرجوا من الشط من البحر للشط يفيقوا فيه باش معناها كفاق مسكين قال لهم راهو علاء مازال الداخل معناها يعاودوا يرجعوا باش يلوجوا على علاء معناها حسب ما حكينا بالطبيب كي جاي قال بريسك 40 دقيقه معناها 40 دقيقه وهو في الماء معناها امبوسيبل باللي ونعرف يعوم حارب معناها وصل الحارب معناها نعرف يعوم هذاك ربي شحب هذايا قضاء وقدر توفى علاء بين اجتياز والامتحان البكالوريا وريزولتا معناها شنو نجم نقول يعني شنية نجم تكون الأجواء غير أني أجواء حزن نتصور حتى واحد شي يهمني فيه البكالوريا ولا يهمني في النتيجة ولا يهمني في حتى شيء والله ما نكذبش عليك أنا نحكي لك معناها قبل ما يتوفى هو ما تصير حتى شيء أنا حلمي الوحيد كنت اللي أنا عندي حلم الأول اللي هو باش نوصل نقرأ ونعمل الماكسيموم بوسيبل باش نوصل كيما أي إنسان بوراميلي يوري ما في بروفيسيونيل ما عندي حتى شيء ثاني حاجه نشوف خويا يقرا معايا فرد فرد حبيته يخلط عليك انا ما يجيبش 18 مياه باش يقرا في الجيستيون وانا نقرا نفسك معناها هذيك هي بلاصتك انت مقرر معناها هو زاد يحب وهو ما ينجمش يقول لي لا في اي حاجه خاطر يعرفني انا شنو انا كي نمشي معاه نعمل حاجه غلطه يا علاء راهي هذه غلطه مين ما يتبعنيش يفهم فهمت قصدي معناها بالرسمي هذاك اللي حبيت مين بعد الريزلتا كي جت الريزلتا ما نكذبش عليك الله اعلم اكثر ثلاث ايام معناها سبت واحد واثنين وهو متوفاش توفى نهار الثلاث الصباح قعد ثلاث ايام ثلاث ايام معناها اش تعرف ثلاث ايام يمكن الوحيد ما خرجش من البلوك اللي هو انا يمكن حتى امي روحت بابا عمي امتي اخوالي بارك الله فيهم العباد الكل معناها نحييهم واحد واحد اللي جاء معناها حتى صحابه ثم شكون جاء في الليل وثم شكون جاني معناها بالرسمي انا صفاقس وفي طوزه فهمتني جو معناها ومن جربه العباد الكل خاطر يعرفونا شنو بالرسمي انا كي اخر مره نهارت الاثنين الصباح الفجر معناها ثلاثة ونصف كنت متكي معناها على الحيط نسمع في الماكينه معناها هذيك نتاع لاباغي تمشي مع هيك ما نعرفش كلي حسيت معناها الضوء معناها الحس ما بقاش مشيت سالت معناها جوني ما حبوش يقولوا لي من الاول ما حبتش المدام تخدم فما قالت لي لا ما نجمش وما نعرفوش جيتها معناها من الاخر انا اخوك معناها كان عندي حاجه باش نجم نرجعه راني عملت بيدي مي راهي قالت لي راهي دوام لله معناها شوفي انت من 3:30 للسبعه نتاع الصباح وانا من 3:30 للسبعه نتاع الصباح ما نجمت نعمل حتى شيء واقف في بلاصتي مش نخمم عندي امي وبابا عمومي نجم واحد من الناس كان مش نزل تليفون مش نقول لهم راهو علامات شي يموت واحد اخر معناها في الوقت هذاك بقيت قسما ندعي ربي يا ربي خليني معناها انسان نكون كباب الاخر خلي يوصلوا يسمعوا ما يصير حتى شيء فهمت للجا بابا معناها وصل للسبعة من السبعة وبقيت أنا وياه ونحدث فيه في صورة ما هاني أنا ومسالش وكان ما نجحش في الباك ولا مات ولي معناها أجبتهم له كله فهم من السنيال اللي عطيتهم له فهم اللي هو توفى ومعناها وصارت معناها واش تعرف أنت إنسان معناها بطبيعي فهمتني ما نكذبش عليك البريود معناها البقاء هو في السبيطار أنا واحد من الناس كي جيت لأمي نتفكرها كي تو معناها كي نشوف في علاك من هكاكا قلت لها راهو 70% نحس بخويا 70 يمكن انت ولدك اما ما نعرفش حاجه من عند ربي 70% ماشي للموت ما فرانش ما كانش عندك امل عندي امل
صحيح ندعي الرب وعملتهم كل اما احساس ما نكذبش عندي صحابي الطب نعرفهم معناها حاجه معناها قلت لها هي تقول لي لا ولا والله ما يشفى والله 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 الحصيل بقيت نخمم في امي. انت وقتها تخمم في البكالوريا ولا مش تخمم خاطر اميمة قبيليك قالت لنا اللي وهي في السبيطار وامها تخمم في البكالوريا، انت وقتها البكالوريا في ذهنك ولا حاجه ما تعنيكش بالكل؟ والله بالنسبه لي في الوقت هذاك لا بكالوريا لا حد شيء. معناها ما نكذبش عليك. علاء معناها انا راني نحبه وصلت نحبه اكثر من امي وبابا. مش نحكي لك معناها حاجه اونتر بارونتيز. في الوقت هذاك هات لي ينجح هات لي عيش البكالوريا تجي من بعد. كل كي سوا كيما معناها سيافه تشوفي معناها لي زوبستاكل تعدى بيهم الكل وفي الاخر وصل للاوبجيكتيف اللي حب عليه. في الوقت هذاك ما نكذبش عليك بعد ما مات بقيت هكا ديكالاج بتاع ثلاث اربع خميس وجمعه، ريزلتات تخرج بالجمعه. معناها ثلاثة ايام هذوكم حاس من اللي خدمه الخدمه حاسه باش ينجح. في صورة ماش ينجح شوفي معناها ردة الفعل نتاع العباد. امك شمش يصير لها؟ تنجم تفرح كيما تنجم تزيد تولي جنازه من معناها موت واحده اخرى من جديد. فهمتي؟ هذاك ش حبيت. ما نكذبش عليك معناها ما نعرف عليه حتى شيء، نعرف كان الكارت معناها الايدونتيتي بتاعه ما عنديش الماتريكي اللي بعثوا في الباك. سمعت في القاوي ولا ما عرفش واحد قال لي راهو مش هبطوا له الريزلت نتاعه. ما نكذبش مشيت للليسي اللي اقرا فيه مشيت حكيت مع المدير قلت له راهي الريزلت يا زعما تهبط. كيل كي سوا الفوق يا زعما تهبط. الحصيله خذيت بعثت الماتريكي وصلني المساج نهار الجمعه. معناها مشيت نهار الجمعه كفقت الصباح من الخمسه يعني خدمت الموتور بعد شوي معناها مشيت للقهوه وحدي عاودت رجعت انسان يمشي معناها سون اوبجيكتيف. تستنى في الريزلتا؟ نستنى سون اوبجيكتيف معناها هاني وصلت الدار هاني خرجت هاني مشيت هاني جيت. الحصيل وصلني المساج معناها كي شفتها ادمي ما نكذبش عليك فرحت. فرحت اللي هو نجح وام طون غيظتني امي وخالتي وبابا واتسيترا كيفاش مش يسمع. كي مش يسمع مش ينجم معناها. هذه شهادة البكالوريا نتاع علاء. دونك جوان 2019 اليوم قريب العام. ريسك قريب العام اليوم عنده 11 شهر 13 يوم. كيفاش كانت ردة الفعل نتاع الوالدة الوالد؟ أنا جيتهم كيما نهار الخميس جيت لأمي. حبيت نلعب لها معناها الحاجة قلت لها بالنسبة كان ما ينجحش علاء راهو ضميري أنا واحد من الناس معناها راني مستقبلي ما نكملش نقرا. كما اي ام تحب ولدها يقرا ويوصل. فهمتني وانا وصلت معناها ما نكذبش معناها وصلت وعندي وقريت في لافسيك معناها وصلت ديزيام اني ماستر نوقف قلت لها ما عادش نجم نقرا كما هو ما نجحش في الباك انا ما نكملش نقرا. كيفاش عملت الليان كيفاش ربطتهم ببعضهم؟ صحيح قرايتك والبكالوريا نتاع علي صحيح الله يرحمه يعني هو ما كملش انا ما نكملش صحيح هذا هو كان التمشي انا معناها انا عارفه ما هو المشكله سبحان الله عطاني ربي معناها ما نعرفش اللي هو شي ينجح. فهمت جيتها قلت لها كان هو ما نجحش في الباك انا راني مش كمل القرايه هو ينجح في الباك مش نكمل القرايه جسكا لفا فهمت حبتنا لا قالت لي لازم ينجح باش انت تكمل القرايه فهمت وما يكذبش معناها فما شكون غادي نكون غاضات وبرشا انا واحد من الناس بيرسونيلمون فرحان برشا اللي خذ الباك خاطر بالرسمي تبقى لي غصه وبالرسمي معناها تو انت تسمع مثلا كلمه باك كلمه باك نتذكر علاء بحر نتفكر علاء ياسر ياسر نشوف صحابه قسما بالله صحابه القاوي نبقى فيهم في بير علي ما عادش نحب نبقى فيهم صحابه ما عادش نجم نغزر لهم راهو مش غيظني هو مات راهو الحمد لله معناها الواحد كي قرا الله يرحمه وينعمه هي حشت ربي لكن بالنسبه ليك صحيح. وكانه حي يبقى حي كي ياخذ الباك صح حاجه هكا مش يبقى حي اما بيرسونيل مو نحبوا ياخذ الباك خاطر حي في ذاكرتك صحيح اي هي مي بالرسمي كي نشوفك ال 20 يوم تعذبهم كي نشوف من الاولى من الاولى يقرا معناها يوصل الباك ويقرا ويتعب في الليل عليه ما ياخذهاش خلي خوها هي في لافا مش بدلش ليلو هو مش ترجعوا على كل صحيح. حال صحيح هي اللي شت الباك ليلو هو مش باش ترجع فهمت اما النجم كيما معناها فهمتي كي تعب والاخر وصل يا خويا تعب عام كامل معناها تعب اللي يوصل باش ياخذ الباك وسيدي جاخذه فهمت هذيك شعب معناها وصارت برشا دي زوبستاكل معناها تشوف انت بعد حتى موت على معناها ليلي معناها نحكي لك بيرسونيل مو معناها شمنا في الدار معناها ياسر ياسر راهي اللي ديفيسيل ديفيسيل ترو 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 ديفيسيل انت كانت فرحه ليك فرحه ليك نجاح على بالنسبه ليلي فرحان به هو مات الله يرحمه هذيك حاجه سي امبوسيبل باش ترجع اما فرحان به معناها توا
مستحفظ بها الشهاده؟ اي لا وديجا معنا حتى كنت في طولي في الليسي كنت نجي لوزاره التعليم العالي لهنا ولا وزاره ما نعرفش ناخوها معنا كلكي سوال استياسيون. الوالده والوالد تفرحوا بها؟ فرحوا بيان سير معنا. لا هما الوالد والوالده يشوفوني معنا انا الكبير وانا نقرا ومعنا ويقارنوا ديما رغم اللي انا تعبوا وتعبت باش وصلت للمستوى هذا اما يشوفوا فيك ان ليدرشيب حتى كانك ما تقارنش الجمله بالعباد الاخرين اما يشوفوا فيك راك انسان عندك ناجح وعندك معناها فهمت ما يحاولوش يعكسوني في حاجات كيف معناها فهمت هذاك الله يرحمه وينعمه عليه من ما نعرفش نحاول نفهم مع الدكتوره كونه رغم الوفاه مع عندنا حالتين اميمه معنيه هي مباشره لكن كونه شقيقه يتوفى وتولي البكالوريا وكاني حاجه قالك مرتبطه بقرايتي لو كان ما ينجحش في البكالوريا نبطل القرايه شنو اللي نجم يفسر هذايا؟ هنا البكالوريا وليت سيتان سامبول معناها النجاح ولا رمز نتاع كيما نقولوا انه عمل مجهود واعطى ثمرته هاك المجهود و يعني من نوعا ما كأنه الحياة متواصلة نوعا ما هو توفى الله يرحمه لكن هيك الثمرة هذيك عبارة إلا غيكولتي هو فيت متاع تعب خوه متاع هيك المجهود اللي عمله هيك الطموح اللي كان عنده باش ينجح هو في الاخر خوه توفى لكن هو معناها الثمره هذيك سي لوي كي لا ريكولتي سي اون سورت دو ريكونسيلياسيون باش يتصالح مع نقولوا احنا مع اللي صار مع فوالا معناها توا راضي توا هو توفى الله يرحمه لكن توفى ناجح تعب ونجح ووالديه فرحانين بالنجاح هذاك وهو فرحان وانا باش نواصل قرايتي وكما نقولوا حاطط يدي في يده هو نجح وانا زادا كملت قاعد نقرا وباش ننجح ومعناها سي اون سورت دو ريكونسيلياسيون باش تعطي هيك الراحه النفسيه باش الانسان ينجم يقاوم ويواصل رغم صعوبه الوضع ورغم الالم اللي هو انا متاكده هو موجود ما تنحاش لكن قا طريقه باش يعالج بها هيك الالم هذاك. ناخذ من عندكم كلمة الختام سي سلاح وسي نجيب قبل ما نرجع لكم شنو نجموا نقولوها على البكالوريا في الختام نجي معك سي نجيب بكالوريا سنة مهم على الاخر لا مهم على الاخر بكالوريا سنة بالنسبة لك انت كأستاذ صفة استثنائية سنة لأنه يعني الظروف اللي عدوا فيها التلامذة واللي قروا وقراوا فيها الكل كانت صعيبة ياسر من البداية سنة دراسية حتى قبل الكورونا لكن الكورونا زادت عمقت المشاكل أكثر لأنه لا الوقت اللي باش يعديو فيه معادي كيما مستانسين ولا ظروف اللي راجعوا فيها الدروس واللي قراوا فيها الدروس تلقاو ديجا بكالوريا بيضاء معناها ما عداوهاش يعني فما تلامذة السنة باش يعديو أول عام مباشرة في البكالوريا باش يقراوها الرسمية نقولوا لهم تلامذتنا يتحلوا بالشجاعة هاي الأمثلة ما شاء الله معناها قدامهم وأكيد في الواقع التونسي معناها آلاف الأمثلة من النوع هذايا يتحلوا بالشجاعة بالصبر العزيمة ينظموا وقتهم باش ما يدخلوش في ستريس أقوى من حتى من حجم الامتحان في حد ذاته وراهو المنظم واللي يخدم ليل نهار أكيد ينجح بقدرة ربي إن شاء الله. سي نجيب برجولية معناها نعطيو ميساج باش تكونوا سوبل في النوت والله شنو مع بالا سونس معناها سوبر اكيد معناها اكيد السلاح اكيد الاصلاح باش يكون فيها مرونه في مقاييس الاصلاح معناها الاستاذ من غير ما يشعر باش يقول راه متعذب والسنا راه متعذب هي اليد اللي باش تعطي تسعه باش تعطي 10 ممكن تلقى بال بالشكل هذايا جيتكم جاي ربي شويه سوبليس في الـ في الـ في النوت هاو دو توت فاسون يظهر لي هبطنا حتى بثمانيه كل المقاييس هبطوا بالنسبه للاقسام الاخرى معنا الثمانيه للاسعاف و الاسعاف والتسعه نجاح مباشر اللي كانت ربي نجحهم ربي نجحهم وربي معهم الكل وليداتنا عام سناسي سلاح لمود لافان من خلال الشهادات هذوما كل شفنا كل جذوة متاع يعني حب التعليم اللي هي وجهة من وجوه الحداثة في تونس هذه هي تونس يعني تونس ما علمتش الكره تونس علمت التعليم علمت قيم حب التعليم ما تعلمناش البغض ما تعلمناش التقاتل ما تعلمناش وشفنا كيفاش تنتقل من شهادات في أجيال متعددة بإصرار بنفس العزيمة بنفس الإصرار شهادات مؤثرة أحياناً
يعني حتى يعني فتيات شابات يعني صغار بإصرار يعني غير مسبوق. يعني شهادة أميمة رائعة، يعني تعطي يعني إحساس يعني حقيقي بالفخر وبالاعتزاز. يعني عوني أيضا نفس الشيء، شفنا الفنان صاحب رسالة ما يكتفيش في حدود الطرب، الفن هو رسالة عالمية، والعالمية ما يدخلهاش فقط بالإطراب، يدخلها بما يحمله من معاني وبثقافته. فنانين كبار ولاو اليوم يعني هم اللي عدوا يعني الرسائل العالمية للسلام، والواحد ما يعديوهاش فقط صوته باهي، يعديها أيضا مخه باهي في نفس الوقت. يعني شفنا هذا الكل في نفس الوقت، نترحموا على كل مصلحي تونس اللي هما كانوا الأساس، اللي تبنى من خير الدين باشا وأحمد باي، ومرورا بالزعيم بورقيبة اللي قال لهم أعطيوني ما تعطيونيش فلوس باش نبني بها جزرنا، أعطيوني فلوس نبني بها مدرسة. هذا هو الثمرة متاعه شفناها اليوم. هذه هي تونس، إن شاء الله نواصلوا ديما هكا، كل الأجيال توصلك إن شاء الله. نأخذ من عندكم كل واحد لمود لفان. جوست نحب نقول لك أمينة إن شاء الله بالنجاح، ولو جوني وكندوت الحقيقة أنتي مو باش نكملوا. أنا voulais les remercier على خاطر وراني اللي l'impossible n'existe pas et que il faut relativiser que كورونا صحيح هي معناها مشكل، أما مش أكبر مشكل. أكيد أكيد أنه اليوم بالشهادات اللي سمعناهم فهمت اللي فما حاجات ما أخطر وفما حاجات ما أصعب. سيافت أم تيمو بور لي باشولي، يعني يزم ما يخافوش يقدموا يصدموا ديما القدام وتخمم كان في النجاح، فماش حاجة أخرى فهمتني، يعني يزمك تنجح يا تنجح يعني ما فماش حاجة ثالثة ما بيناته فهمتني. يعني تشوف يعني كما نقولوا الردوان ينقل برخام، ويزم ديما فهمتني تبدا متقوي متشجع وحدك فهمتني، إن شاء الله توصلوا الناس الكل يعني خاصة أنت فهمت توصل والله. كهو أنا نحب المود لافان، فهمت نحب نعاود نشكر الإطار التربوي الكل اللي قراني مديني لهم بكل، يعني سواء كان في مرحلة البكالوريا أو في مرحلة الجامعة يعني الكل هم فهمت يعني نشكرهم. بصفة خاصة نحب نشكر هذا أختي ونسيبي يعني اللي عديت العام ساكنة معاهم عندهم، اللي قبلوني يعني عندهم فهمت يعني. انا كي جيت المانيا ديريكت هبطت الناس كل ساهموا بطريقه او باخرى هذاك. ونشكر زاد اي انسان يعني حاول باش يحبطني، حاول باش يطيح لي المورال، حاول باش يمشي نمى من شيره، يشكرني على خاطر الحواجز في الثنيه يعني اللي عملوه الكل علموني النقز فهمت يعني ديجا فهمت. الناس اللي حاولوا يجبدوك اللوطه يحطوا العصا في الثنيه فهمت يعني لأجل هما أنا تعلمت النقز فهمت القدام فهمت يعني. تتبع برافو مروان. تو نرجع لك في الأخر بعد ما نعطيكم كلمة الختام ونكملوا معاك. الله يرحمهم وينعمهم، الله يرحموا الوالد أميمة، الله يرحموا خوك. جست كلمة في الأخر، مهما يصير يلزمنا نواصلوا. هذا اللي تقوله أميمة، ما ثم حد شايف الدنيا هذه توقفك أنك باش تواصل طموحاتك، ويلزمك مهما يصير توصلك الفرحة ذيك لوالديك. نحب نوجه التحية لكل من ساهم في نجاحي من إطار صحي تربوي للمندوب، لكل صحابي عائلتي الكل اللي عاونتني. ونحب مساج صغير بالنسبة لجماعة سيمي، معناها اللي كان سبب في الأكسيدون، بالحق لو كان يسرع على الأخر أنه هي أسباب في الاخر قضاء وقدر، وهذاك معناها راضين بكل شيء راهو. مي يمكن كان ما جاش يسرع، يمكن بابا تو راهو حذايا معناها شارك فرحتي هي كلها اسباب. مي بالحق مسجلاهم ينقصوا من السرعه شويه باش نتجاوزوا برشا حاجات كيما هكا. صحيح صحيح، الله يرحمه وينعم. ونرجع لك عوني، انت دو توت فاسون مكمل القرايه؟ لا انا سنا بريمير اني دكتوراه. السنة بخمير عني دكتوراه، برافو. تحس اللي وكأنه علي فيك وكأنه يقرأ معاك هكا فهمت أنا. صحيح. بالعلاقة اللي كانت بيناتكم هكا فيزيونيل، يسر قراب لبعضهم. يسر. أما الحاجة الوحيدة معناها الصحيح صعيبة برشا من البريود اللي حتى كل نهار كان يمشي للفاك نتفكر، صباح كدخل الفاك نتفكر. أما بالرسمي معناها نحب نشكر أمي وبابا، هذيك حاجة خاطر ينجموا يعطوك كلمات صغار تنجم توصل بهم. خاطر الإنسان يشوف في روحه 20 سيزون
معناها ويقرا ما عنده حتى حاجه معناها خلف نجاحك باش تفرح بامك وابوك ما عندك حتى حل. معناها الانسان صحيح راه البريود هذيك الاولى مش تايس من كل شيء بك مش تايس توصل معناها ما عادش عندك حتى حاجه ما عادش عندك حتى بيت تحب كل شيء يوقف في البريود الاولى بي بعد بالصبر لا باسيونس من عند ربي هذيك راهي حاجه نعمه نعمه يعطيها لنا ربي. هذه تقريبا رابعة شهادة هي هو برنامج على البكالوريا ولكن كانه برنامج تحيه للأساتذة كل واحد فيكم تقريبا شكر الأساتذة اللي احاطوا به واللي عاونوه واللي وصلوه في الازمات. مروان انت تقولي عندك مساج. والله عندي مساج صحيح نحب نوجهه للناس اللي تنجم تعاون. اخونا عبد العزيز الدهماني سنية عدي الباك ومريض بمرض خطير ما نحبش نسمي شنو المرض لازم تصير عمليه توا هو والوالد نتاعو في باريس قاعدين يستناو باش تتلم قيمه العمليه اللي هي قيمه كبيره برشا. فنوجه نداء للناس خاصه اللي عايشه لبرا على خاطر فما يمكن تو حسب ما نحكي مع شوف الوالد نتاعو نعرفه معناها صديق ليا وتصوير عبد العزيز قاعده تدور بالكدا تو سور فيسبوك معناها سمعوا بها الناس الكل الناس تعاون وقلت لك خاصه اللي يعيشوا لبرا خاطر فما مشكله نتاع دوفيز ومتاع ترانسفير باش يبدلوا الفلوس فنتصور ما ينجموش يبخلوا على عبد العزيز سنين تصور مش باش يتمكن من انه يعدي الباك ان شاء الله العام الجاي نحب نقول للوالد نتاعو احسن شد في ربي وان شاء الله العام الجاي يعدي ونجي ونفرحوا ونغنيوا له وان شاء الله ربي يشفيه. المهم صحته. البكالوريا كيف ما شفنا تخسر عام تخسر عامين تخسر 30 سنه تنجم تعدي في اي وقت ترجع في المهم صحته ربي يشفيه وان شاء الله النداء نتاعك مروان يوصل للناس ان شاء الله اي انسان يعاون باللي يقدر خاطر صعيب برشا الظرف اللي تحط فيه عبد العزيز ولا العائله ككل ان شاء الله يمنع وان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي يشفيه. انا نغتنم فرصه انك موجود لازم باش تغني لي وتغني للناس اللي تفرجوا فيها تغنيوه نغني وين نغني يمكن غنيه نتاع نجاح اي غنيه نتاع نجاح تكون هايله تيرا مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك 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 يا حياه قلبي مبروك اه الفرحه فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلو ليلتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلو ليلتنا مبروك.